انفجارات هائله، هاي ضربات مع طائرات مسيره، قصف تكنولوجي عالي، هذا اللي يقوله الاستاذ عبد القادر النايل، شنو ردك على هذا الموضوع؟ لا اكيد كل الاراء محترمه يعني، لكن انا اكد لك بانه المخزن الاتحاديه بعدين القصف اولا شبت نار في المخزن، ثم نتيجه هذه النار حدث الانفجار الاول والثاني. هذا موضوع. موضوع الثاني، الطائرات اللي كانت اللي صورت والموجوده كلها طائرات نقل، مو طائرات لديها القابليه على القصف او تحمل اسلحه، اللي كانت شينوك واكو عده طائرات شخصتها في الموقع، وهذه هم هناك طرق نقلهم. يعني هم احنا يجب ان نحترم عدونا، لا تتصور بانه هاي طائرات جايه امام العالم وهذه من اجل ان تقصف هذا الموضوع، ما يعني لا تتصورون لهالدرجه، مو يعني ارجوكم شويه خلي احنا يعني نكون عمليين ومهنيين. طيب. اذا ارادوا يقصفون فعلا بطائرات مسيره فلا احنا ولا الاكبر من عندنا نقدر نكشفها، لانه اولا احنا منظومه رادارات عندنا متهالكه وتكلمنا بها، موضوع الدفاع الجوي هذا نتركه على الرف ونخليه على صفحه. انت تجي تكشف طائرات مسيره، طيب هي رادارات عند الامريكان، يعني قابليه الكشف موجوده عند الامريكان وقوات التحالف. احنا بالنسبه لنا اكو هناك اتفاقيات مع قوات التحالف بالنسبه الى الطائرات اللي تطير، اكو ترميزات موجوده بال 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 بالنسبه الى القوه الجويه والى الدفاع الجوي، هاي الترميزات متفق عليها وترددات معينه من اجل ان تتحرك هاي الطائرات اداء مهامها. هذا الموضوع واضح جدا. اما اذا كان قصف فلذلك فهذه الطائرات قلت لك مو طائرات غير ما عندها القابليه على القصف. ثاني شيء اذا كانت طائرات مسيره فاكيد هي على ارتفاعات شاهقه، لكن التحقيق الابتدائي يا اخوان، التحقيق الابتدائي هو سوء خزن. وطبعا بالمناسبه يعني لا تصوراني مقتنع بسوء الخزن، انا لو 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 كان الامر بيدي فكل المسؤولين عن هذه المنطقه ارميهم في السجن. لانه هذا سوء خزن، انت يعني انت تعرف المنطقه اللي مقابلها العام السنه المضت شنو اللي صار بهم؟ والله قسم تركوا اطفالهم، قسم تركوا نسائهم، وكانوا يتجولون في الشوارع كالفاقدي عقولهم.